مكملين مع بعض مراجعات كونكت فور. هنكمل مع بعض يونت فور النهاردة بطريقة جديدة، أحل الأسئلة مباشرة. اتأكد إنك حافظ الكلمات كويس جدا جدا، هتعرف تحل بطريقة سهلة. There is a couch and a television in the living room, kitchen, bathroom. هترجم السؤال كويس وافهم معناه، حل كويس. يوجد كنبة وتلفاز فين؟ living room غرفة المعيشة، kitchen مطبخ، bathroom حمام. إجابتك أكيد موجود التلفزيون في غرفة المعيشة. We live نعيش في. We live in street, garden, apartment شارع، street garden حديقة، apartment شقة. طب اختار بناء على ايه؟ تكملة السؤال on the sixth floor يعني في الطابق السادس، يبقى اكيد في شقة، يبقى apartment. I sleep in the انام في dining room غرفة الطعام، bathroom الحمام، bedroom غرفة النوم. اجابتك صحيحة. Some people live in a It's made of clothes. بعض من الناس تعيش في ومصنوع من القماش. Tent خيمة، houseboat قارب منزل، cave كهف. ايه المصنوع من القماش من الحاجات دي كلها؟ Tent. Excellent. I learn in my اتعلم في school مدرسة، اكيد طبعا school. Supermarket supermarket hospital مستشفى. طب امتى استخدم سوبر ماركت؟ We buy food at the supermarket. اوعى تنسى. طب امتى hospital؟ We go to the hospital when we are ill او sick. نذهب للمستشفى عندما نكون مرضى sick. سؤال كمان. There is a tree of our house. يوجد شجرة. Next. لا next مرتبطة بتو، مش هتنفع. In front of في of أمام، يبقى الإجابة على طول دي. On of مش هينفع، على المنزل وفي of مرتبطة بin front of. أوعى ننسى next to، in front of، across from. My school is a hospital and a post office. مدرستي. مدام في and يبقى أكيد between، بين المستشفى ومكتب البريد. Go ahead. Go ahead. اذهب بشكل مستقيم. Go straight ahead. Go straight ahead. I live in Ramses Park. Ramses Station. Ramses Street. يعني ايه يا مستر؟ Ramses Park يعني حديقة رمسيس. حد بيعيش في الحديقة؟ رمسيس ستيشن يعني محطة رمسيس. مفيش حد بيعيش في محطة رمسيس. رمسيس ستريت شارع رمسيس. اكسلانت، هي دي الإجابة الصحيحة. سامع إياد وآسر ومروان بيقولوا ستريت يا مستر. وي ايت فيش ات ا بيج. أكلنا السمك فين؟ ميوزيوم متحف، ريستورانت مطعم، سكول مدرسة. إجابتك يا excellent باسل restaurant. Alexandria is a in the north of Egypt. الاسكندرية مدينة الاسكندرية عبارة عن ايه؟ في شمال مصر. village قرية مش هتنفع. town مدينة بس مدينة صغيرة. city مدينة كبيرة. سامع مرام بتقول لي city يا مستر. excellent مرام. let's find our city on the map tab lab. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ هيا نجد مدينتنا على ايه؟ map خريطة، tab حنفية، lab معمل. ريماس بتقول لي map يا مستر. in the weather is very hot. يعني ايه the weather؟ يعني الطقس سخن جدا جدا جدا. فول خريف، وينتر شتاء، سمر الصيف. ياسين بيقول لي in the summer في الصيف بيكون الجو مولع نار يا مستر. last year السنة الماضية my friend to England.
played to England, worked to England, traveled to England. played لعبة, worked عملة, traveled سافرة. يبقى اختار ايه؟ traveled to England. excellent, جيدة. my friend traveled to England. طب ليه ما خدناش worked؟ لو في ان كنا اخترنا worked in. ركز كويس انت وبتحل. my father works on, he meets many tourists. بابايا يعمل على او في, على حسب اللي جاي بعد كده. هو يقابل الكثير من السياح. يبقى اكيد بيشتغل فاكتري, مصنع, تورست بوت, قارب سياحي, سكول, مدرسة. مفيش عندنا اجانب, مفيش عندنا سياح بتيجي في المدرسة. يبقى اكيد تورست بوت, قارب سياحي. سؤال جميل جدا جدا تاني, اسمه read and match. محتاج تفكير, محتاج تركيز. can you turn, can you turn. طب اعمل ايه يا مستر؟ هقرا العمود التاني واركز كلمة كلمة. هل من الممكن, خدنا turn يعني يتجه, خدنا turn on يعني يشغل, turn off يعني يطفي. يبقى خدنا ثلاثة turn. turn يتجه او يستدير, turn on يشغل, turn off يطفي. طب نشوف العمود التاني B. the shopping mall, مركز التسوق. in front of the office, in front of the office, امام المكتب. on the van, on the van, on the van. ممكن turn on, city in Egypt, مدينة في مصر. and turn right, واتجه يمينا. طب خلي بالك اختار ازاي يا مستر؟ كان, هل تستطيع؟ ده سؤال, يبقى في النهاية في question mark. يبقى أنا عندي إجابتين A و C آخرهم question mark. طب can you turn on the fan, هل تستطيع أن تشغل المروحة؟ هرجادة, مدينة الغردقة. هرجادة is a, طبعا city in Egypt. لو هتوصل بخط جميل زي كده, الخطوط واضحة, وصل بالمسطرة, ما فيش مشكلة. مش عارف توصل بالمسطرة, استخدم الطريقة اللي قلناها قبل كده في الفيديو, وهي كتابة الأرقام في الصندوق. where is, where يعني أين, ده محتاجة question mark, letter A. where is the shopping mall, go straight ahead, go straight ahead, اذهب بشكل مستقيم. طب بعد كده and turn right, واتجه يمينا. The museum is in front of the office. المتحف أمام, يكون أمامي المكتب. سؤال كمان, وقف الفيديو دلوقتي, اكتب إجاباتك وتأكد بعد الشرح. منتظر إجابتك عشان تبقى متميز. لو عجبك الفيديو شيره مع أصحابك, وكمان لايك وكومنت جميل منك. I sleep in, هنام فين؟ أنا هنام فين؟ أقرأ يا حبايبي, نام في بيتكم يا حبيبي. I sleep in a favorite room, ده في question mark, المفروض I ياخد full stop. next to the Nile, هنام جنب النيل, ياريت لو في شقة يبقى حكاية. in the kitchen, in كمان مش هينفع. is a very unusual house, بيت غير عادي, خدناه في برايتن ده. ده البيت المقلوب يا مستر, صح. the bedroom, غرفة النوم, اكيد طبعا هي دي الاجابة الصحيحة, bedroom. which is your, محادثة جميلة خدناها بين الام وبنتها. which is your favorite room. my village, يعني ايه village, village, village. سامع ياسين, ياسين عبد النبي بيقول لي فيليج يا مستر, قرية سمعناها. المتميز ياسين, اعلى صاحب ديكتيشن في الفصل, في الصف الرابع, اعلى درجات نهائية, متميز دائما. my village is yes next to the night. mom cooks food, يحيى بيقول لي ماما بتطبخ الطعام in the kitchen يا مستر. the upside down house, رهف صلاح بتقول لي is a very unusual house, بيت غير معتاد, المنزل المتشقلب, منزل مقلوب,
رأسا على عقب. سامر بيقول لي انا فاكر الطريقة دي، هقرأ الأسئلة الأول وبعد كده هشوف القطع. I visit Alexandria in winter، يعني أزور الإسكندرية في الشتاء. I play on the beach، ألعب على الشاطئ. I go to Alexandria with my friends، أذهب إلى الإسكندرية مع أصدقائي. I can read books at Alexandria Library، أستطيع أن أقرأ الكتب في مكتبة الإسكندرية. Alexandria is a small city، هل الإسكندرية مدينة صغيرة؟ أجاوب يا مستر، أوعى تعمل كده، اقرأ القطعة وبعد كده هتحل صح. Alexandria is a big city in Egypt، مدينة صغيرة ولا كبيرة؟ قال لي لا، قال لي big يبقى كبيرة، يبقى اللي قال لي في false، number 5 false. I visit Alexandria with my family in the summer، هزور الإسكندرية مع عائلتي في الصيف. ده السؤال الأول، قال لي في الشتاء يبقى أكيد فولز. When I go to Alexandria I swim in the sea، قال لي I swim in the sea يعني أسبح في البحر. I play on the beach with my brother، I play on the beach يعني ألعب على الشاطئ، موجودة. And sisters، ألعب مع أخواتي. و أخان، I visit Alexandria Library، أزور مكتبة الإسكندرية لكي أقرأ كتب. وقف الفيديو، اكتب إجاباتك. I visit Alexandria in winter، false. I play on the beach، true. I go to Alexandria with my friends، لدى ألي family. I can read books at Alexandria Library، ألي بنقرأ في مكتبة الإسكندرية. Alexandria is a small city، لا ده هو قال لي big city. عايزين الدرجة النهائية يا شباب. My name is علي، بتعمل ايه يا مستر؟ اقرأ الأسئلة صح يا أحمد، برافو، كلامك جميل جدا جدا. علي lives in an apartment، منا بتقول لي دي معناها يا مستر علي بيعيش في شقة. Excellent. من مرهان بتقول لي Ali's house is big، يعني منزل علي كبير يا مستر. مال عمرو بيقول لي ايه؟ علي has no brothers، علي ليس لديه اي اخوة. Ali's house is next to the bank، مؤمن بيقول لي منزل علي بجوار البنك. علي plays in the garden، رميساء بتقول لي ده علي بيلعب في الحديقة. تعال نقرأ قطعة ونشوف هنعمل ايه. My name is علي، اسمي علي. I live in a small village near the Nile، انا اسمي علي وبعيش في قرية صغيرة بجوار النيل. I live in a big house with my family، اعيش مع عائلتي في منزل كبير. We have a big garden، عندنا حديقة كبيرة كمان. نعيش معك يا علي، هنتبسط خالص. I play with my brother، ألعب مع أخويا. Sister وأختي، cousins أولاد العم وبنات العم. In that garden، إيه ده غير اللي قالوا لي في الأسئلة. Our house is next to my school، منزلي بجوار يا حبايبي المدرسة. أسمى هتقول لي أول إجابة إيه؟ فولس. إكسلنت أسمى. ليه أسمى؟ عشان في القطعة يا مستر كاتب لي a big house، لكن هنا كاتب لي apartment. آية نمبر 2، Ali's house is big، طبعا قال لي الكلام ده true. علي has no brothers، أحمد بيقول لي إزاي يا مستر ده عنده أخ وأخت بيلعبوا مع بعض، بقى فولس. Ali's house is next to the bank، بنك ما في قبلنا سيرة البنك يا مستر، يبقى false. Ali plays in the garden، طبعا كان بيلعب مع الأخ والأخت أولاد وبنات العم. سؤال جديد كمان هقرا فيه، هقرا الأسئلة الموجودة فوق. راح أحمد، أيوة يا مستر لازم نترجم الأسئلة، ركز كويس ويلا هنستعد لأول سؤال لرهف.
bedroom, garden, house, rooms, living room. bedroom يعني غرفة النوم. هقرأ وترجم أحل صح. garden حديقة، منزل، house منزل، rooms غرف، living room غرفة المعيشة. my grandparents live in a big، الأجداد بيعيشوا في إيه كبير؟ big house. excellent rough. with a garden it has many. excellent يارا بتقول لي rooms. excellent well done. there are two beds in my، في سريرين. مريم بتقول لي أكيد في البيدروم. excellent مريم. I watch TV in the، مازن بيقول لي living room. excellent مازن. I love playing with my cousin، أحب أن ألعب مع أولاد وبنات العم. عمر بيقول لي in the garden في الحديقة. لازم أترجم كل حاجة وأفهم أركز هجيب الدرجة النهائية. عند 15 نقطة جاية في الامتحان على كل نقطة درجتين، يعني لازم هجيب 30 من 30. لازم أركز جيدا جيدا جيدا. supermarket supermarket floor أرضية. walk يمشي. between بين. apartment شقة. my name is فواز. I live in an، بعيش فين؟ apartment. excellent. on the third، في التالت. floor. excellent. near my house. big warm منزلي. there is a، ايه اللي هو موجود جنب المنزل؟ من الاختيارات اكيد ايه؟ supermarket. I can buy anything easily، استطيع ان اشتري اي شيء بسهولة. I eat to school every day. اسمع نورهان بتقول لي walk يا مستر، امشي للمدرسة. my school is a، مدرستي تكون ايه؟ the supermarket and the post office. مدام في and يبقى اكيد between، يبقى and مرتبطة between، لكن next to، in front of. ما تنساش سبسكرايب، فعل الجرس للكل، ومنتظر منك تعليق جميل ولايك لو عجبك الفيديو. reorder رتب لكي تكون جمل. اعمل ايه؟ هقرا الاول، هترجم الجمل، لا هترجم الكلمات. your حاجه ملكك، room غرفه، which اي favorite مفضل، is يكون. طب هختار ايه؟ لا احنا خدنا اي غرفة مفضلة. ما هي غرفتك المفضلة؟ which is your favorite room. excellent. which is your favorite room. a houseboat قارب منزل. lives يعيش. my حاجة ملكي، friend صديق. on على صديقي يعيش على قارب منزل. my friend lives on a houseboat. living room the couch in. there is يوجد. يوجد ايه؟ there is a couch. يوجد كنبة فين؟ in the living room. well done. learn school at I، يتعلم مدرسة في أنا. أنا أتعلم في المدرسة. I learn at school. ركز كويس أنت بتحل السؤال ده، محتاج منك تركيز. سؤال كمان، ضع علامات الترقيم المناسبة. أسيبك ثانية تفكر. حرف الأول كابيتال يا مستر، وفي النهاية لا إما فول ستوب، لا إما كويشن مارك، لا إما إكسكليميشن مارك. بناء على المعنى هضع الكلام ده. هرجادة is in the east of Egypt، يعني الغرداء تكون في شرق مصر. يبقى دي عبارة عن statement يعني جملة، يبقى في النهاية full stop. طب والحرف الأول capital، وهي كده كده يا مستر مدينة، يعني الحرف الأول في المدينة لازم يبقى capital، سواء في أول الجملة أو في نص الجملة أو في آخر الجملة، زي أسماء الأشخاص، زي ايه كمان؟ الشهور، زي ايه كمان؟ ايام الاسبوع. excellent.
Where do you live? أين تعيش؟ سؤال ولا إجابة؟ Question يا مستر، سؤال. يبقى لازم أضع في النهاية إيه؟ Question mark. Where do you live؟ طب الحرف الأول capital، تعال نشوف هنعمل إيه؟ شايفين مكبرين؟ Egypt لازم دي مدينة ولا دولة؟ ما احنا قلنا الدول والمدن وكمان القارات لازم الحرف الأول يكون إيه؟ capital. Where do you live? W capital. Question A mark. Look and write one sentence. شايف إيه في الصورة؟ I see a supermarket. This is a supermarket. That is a supermarket. There is a supermarket. كلها دي جمل سليمة. يعني ممكن أقول I see a واسم الحاجة. إيه كمان يا مستر؟ This is a واسم الحاجة اللي قدامي أو الشيء أو المكان. That is a واسم الحاجة اللي قدامي. ممكن أقول جملة متميزة يا مستر؟ تفضل. I buy food at the supermarket. Excellent. أشتري الطعام في السوبر ماركت. طب إيه كمان؟ حاجات كتير أوي. مدرسة قدامك؟ طب هقول عليها جمل إزاي؟ I see a school. صح. إيه كمان؟ There is a school. صح. إيه كمان؟ We learn at school. نتعلم في المدرسة. Where is the car؟ يعني أين السيارة؟ واحد يقول لي يا مستر the car is in. صح. واحد يقول لي يا مستر the car is next to the tent. صح يا مستر. واحد يقول لي the car is in front of the trees. برافو. It's next to the tent. What is your favorite room? هقول أي جملة وخلاص؟ مش ممكن طبعا، لازم تشوف الصورة قدامك. دي ايه؟ bedroom ولا living room ولا kitchen ولا dining room؟ My favorite room is the living room. غرفة المعيشة. كده خلصنا الأسئلة. تعال نشوف كده مع بعض، نراجع مع بعض الكلمات اللي احنا خدناها في يونت 4. apartment, rock, tent, cave, bedroom, map, hospital, city, street, beach. هقول عربي وانت تقول انجليش. شقة، صخر، خيمة، كهف، حجرة النوم، خريطة، مستشفى، مدينة كبيرة، شارع، شاطئ. كرر معايا كمان. apartment, apartment, rock, rock, tent, tent, cave, cave, bedroom, bedroom, map, map, hospital, hospital, city, city, street, street, beach, beach, living room, dining room, bathroom, kitchen, village, tomato fruit, station, sports club, museum, bazaar. هقول عربي وانت تقول انجليش. حجرة المعيشة، حجرة الطعام، حمام، مطبخ، قرية، طماطم، محطة، نادي رياضي، متحف، بازار. كرر معايا مرة تانية. living room, living room, dining room, dining room, bathroom, 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 kitchen, kitchen, village, village, tomato fruit, tomato fruit. خدنا يا مستر فروت بمعنى فاكهة، لكن لما تيجي مع
أي نوع من أنواع الخضار أو الفواكه بمعنى ثمر. station station محطة. sports club sports club. museum museum بازار. house boat supermarket shopping mall post office park balcony street direction office fantastic قارب منزل supermarket مول للتسوق مكتب البريد منتزه أو حديقة عامة بلكونة بخط مستقيم اتجاه مكتب رائع كرر معايا repeat after me houseboat houseboat supermarket supermarket shopping mall post office post office park park balcony balcony street straight جول اتش سايلنت direction direction office office fantastic fantastic ما تنساش ان السي لما يجي وراها اي او اي او واي بنطقهم زي office لكن ما جاش وراها حاجه هنطقها ك زي fantastic اتكلمنا بعد كده على prepositions of place يعني حروف الجر الخاصة بالمكان on in under above next to between behind in it's on the box it's in the box it's under the box it's above the box it's next to the box it's between the boxes between دي يا حبايبي لازم يكون في and اما هنا مفيش ان بس في شيئين يعني هي بين الصندوقين it's behind the box it's in front of the box next to ما تنساش in front of in front of next to between and او اي حاجة جمع اتكلمنا كمان على اهم ادوات الاستفهام واستخداماتها Who يعني من نستخدمها للسؤال عن الفاعل العاقل Who speaks English well سلمى Who speaks English well من يتحدث اللغة الإنجليزية بطريقة جيدة سلمى What ما وماذا What is your favorite food السؤال عن الأشياء ب What يعني ما وماذا ما هو طعامك المفضل باستا مكرونة Where أين سؤال عن المكان Where do you live I live in Cairo I live in Giza When متى بنسأل بيها عن الزمان أو الوقت When do you go to school At 8 o'clock يبقى خدنا who من خدنا what ما وماذا Where أين When متى ما تنساش في النهاية في question mark Why لماذا بنسأل عن السبب وبنستخدم في الإجابة كلمة because ممكن أشيل كلمة because وألاقي as as معناها بسبب why do you go to school we go to school to learn because we want to learn why do you like هرقادة لماذا تحب الغرداء because it has many interesting Thanks to do. لديها الكثير من الأشياء لفعلها. How many كم العدد خدناه كتير في سنة تالتة. لازم يجي وراها جامع بمعنى كم العدد. How many rooms are there in your house? There are five rooms. How many pens are there in your pencil case? There are three pens. احفظ ادوات الاستفهام كويس وكمان ما تنساش حرف الاول كابيتال وفي النهايه question mark سالنا عن الحجرات المفضله والاجابه عنها which is your favorite room
بتساوي كلمة What's your favorite room? For me, it's the living room. For me, it's the bedroom. For me, it's the balcony. My favorite room is the, واسم الغرفة. My favorite room is the living room. كلمنا كمان عن السؤال عن المكان اللي بتعيش فيه. Where do you live? عنوان اليونت بتاعتنا. I live in an apartment. I live on a houseboat. Can you help me? تقديم الاقتراحات والرد عليها. Can you help me? زائد الفعل في المصدر. Can you help me cook the food? That sounds good. Let's do it. ممكن تساعدني في طبيخ الطعام. يبدو جيدا. هيا نفعل ذلك. بعد كده اتكلمنا على الاتجاهات. Giving directions. Go straight ahead. Go straight ahead. Turn left. Turn right. Take the second right. It's on the corner. خدناهم في الفصل وفاكرين الطريقة. Go straight ahead. اذهب بخط مستقيم. Turn left. انعطف يسارا. Turn right. انعطف يمينا. Take the second right. خذ اليمين الثاني. Take the second left. خذ اليسار الثاني. It's on. اوعى تنسى. It's on the corner على الناصية. بعد كده اتكلمنا عن استخدام excuse me واستخدام thank you في حالة حد لما يقول لك اي حاجة كويسة او يفعل معك اي شيء كويس. Excuse me, where is the station? أين المحطة؟ Take the second left. خذ اليسار الثاني. Go straight ahead. وكمان بعد كده اذهبي مباشرة. Turn right. اتجه يمينا. It's on the corner. على الناصية. خدت إفادة منها. عرفت المكان اللي هي رايحة. تمام أو هو اللي رايحه. تمام لازم يقول له Thank you. Thank you very much. الأصوات اتكلمنا على F و V بالضبط بالتفصيل في فيديو قبل كده. Fan, face, fish, foot. لكن V في vibration. حط صباعك كده على تحت بقك في رقبتك على الأحبال الصوتية وكرر معايا. Van, هتلاقي في vibration في رعشة. Living room, cave, vegetables. مستر نصري loves you so much. ما تنساش الاشتراك في القناة وفعل الجرس لكي يصلك كل جديد على الكل. Goodbye.